نتا حالك وجاي لعندي لتقلي بدكن تتركوا الضيعة؟ يا بيي، سيمون وجولييت واسعد وقبله خليل كلهم ماتوا بالضيعة. كيف ما التفتنا، كيف ما اطلعنا، كل شبر بذكرنا فيهم. صرنا عايشين بهم وغم بالضيعة. طيب لوين مفكر تروح؟ انت من مدي خبرتني عن صديق عمرك، رفيق الخازن، عنده ولد عايش ببيروت وكان عم بفتش على شوفير يشتغل عنده. دكتور سمير؟ سمير الخازن، يسلم هالتم. فقلت انا انه يعني بركي بتوصي فيي، بشتغل عنده واكيد رح بيض لك وجهك. موافق، بس بشرط البيت اللي عندك بالضيعة ما بتبيعه. كبي شو عاد بدي فيه بيت اللي بالضيعة؟ يعني ما انت بتعرف انه انا بدي انزل على بيروت وبدي استأجر بيت وبدي افرش وكتير عندي مصاري. لك يا ابني، هيدا البيت هو الشغلي الوحيد اللي رح تضل تربطك بضيعتك. فرضا رجعت من بيروت، مش رح تلاقي مطرح تقعد فيه انت وولادك. طيب انا بوعدك اني مش رح بيعه، بس بدك تسمح لي اجره طول ما انا عايش ببيروت. اجره بس لناس طيبين يعرفوا يحافظوا عليه. طيب وانت ما بدك تنزل معنا؟ لا يا ابني لا، انا ما بقدر اترك ضيعتي اللي خلقت فيها. يبي هيك بدك تضلك شاغل لي فكري عليك يعني طول ما انا بعيد عنك؟ ما تخاف علي، انا الله معي هون وانت الله يكون معك هون. مش رح وصيكن على البيت يا ست فيوليت. ما تعتلي هم يا منيره، رح نعتبر انه البيت بيتنا. لو ما كنا واثقين فيكن ما كنا فكرنا ناجركن البيت. يلا يا منيره، ما بدنا تليل علينا. ماما، فتشت بكل البيت بس ما لقيت جنات. وبعدين معها هادي الخوطة، هلا وقتها كجنات. طول ما انت معي ما تخافي من شي، حبنا لبعض رح يقوينا، رح يخلي الخوف بنفسه يخاف يقرب منا. الناس ما أخذوا قلوبنا ليعرفوا قدام نحب بعض، ولا أخذوا عيوننا ليشوفوا الدنيا مثل ما نحنا شايفينها. خالتي جميلة، خالتي جميلة. جنات، أنا كنت متأكدة إنه رح لقيكي هون. أنا كنت جاية هلأ ودعكن قبل ما تسافروا على بيروت. مش رح تجي معنا؟ لا، أنا رح أبقى هون لحد ما كون طلقت أكرم. صحيح المحكمة برأته من قتل خليل، بس أكيد رح تخلصني منه من بعد ما ثبتت خيانته إلي. رح تكون أول مرة بتطلق بالضيعة كلها. رح أعمل بوصية خليل، ما رح أعيش مع إنسان ما بحبه، خصوصي إنه قتل الإنسان الوحيد اللي حبيته بحياتي. بعد ما تطلقي رح تجي تقعدي معنا ببيروت؟ لا، أنا رح أبقى هون، ما رح أترك المحل الوحيد اللي مات فيه حبيبي. أنا رح أشتاق لك يا خالتي. وأنا كمان رح أشتاق لك. بتعرفي شو؟ خذي هيك بتتذكريني فيها.